شو رايك اليوم انه انخفض البنزين؟ اوه كتير الاشي حلو، ان شاء الله بنتمنى كمان تنزل الكهرباء، يرخصوا علينا الكهرباء شوي لانه الاوضاع كتير 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 صعبة، كهرباء الماي الاوضاع كتير صعبة، المعيشة كتير صارت كتير كتير صعبة. المعيشة كتير صعبة؟ الحمد لله. المهم انه يزيدونا المعاشات منيحة، المعاشات عنا مش كل الأد، يزيدونا اياها. هل بتشوفي انه حالك مضطرة مرات تستغنى عن اشياء شراء اغراض معينة بسبب هذا الوضع؟ اكيد اكيد، كتير اشياء كتير اشياء، لانه الوضع كتير كتير صار صعب. الرؤساء انه يحسنوا الوضع، يساعدوا العالم، في كتير عالم محتاجة يساعدوها، يوقفوا معاها. الدولة عم بتغلي كتير، عم بصير اشياء صعب للعالم، الاوضاع عند الناس كتير كتير صعبة، معاشات العمال كمان لازم يزيدوهن. كتير منيح انه نزل مرة واحدة شكل ونص، كتير كتير منيح، وبتمنى كمان ينزلوا أكتر وينزلوا بأشياء كمان كتير يعني مختلفة عن البنزين، لأنه الحياة المعيشة عندنا كتير 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 صعبة صارت، والله يساعد الناس. هذا اللي بتمنى أنا. كتير كتير غلوها، برخصوا بنزين، برفعوا أشياء تانية. أنا بتمنى منه كل إشي ينزلوه، كل إشي. حياة المعيشة كتير غالي بالدولة، صعب عليك كتير، صعب علي وعلى العالم كله صعب كتير، وبطالب من أعضاء الكنيسة كلها تساعد بهذا الإشي إنه ينزل كل إشي بالدولة، كتير كتير صار غالي. بتشوفي حالك مضطرة مرات تستغنى عن شراء أغراض معينة بسبب الوضع؟ صراحة كأنا لا، بس يعني إيش مجبورة أشتري، بدي أشتري، بس في عالم تاني إنه بتخسر كتير شغلات، وأنا يعني بكون موجودة يعني متواجدة بسوبر أو محلات كتيرة، بشوف نسوان ده تشتري بتعود تتراجع عن الغرض، ابنها معاها بقولها ابني بدي هذا حبة البوزة، بقول له لا هذا غالي، إنه لا غالي إسا بديش أشتريه، خد إشي تاني. إنه هذا كمان بقول كمان الأطفال من حقها كمان تعيش، من حقها تطلب كل إشي بدها إياه من أهلها ينطوها إياه، أما لما بشوفوا الإشي إنه غالي عليهن وبقدروش يدفعوا هذا الثمن تبع حبة الأسكيمو أو حبة الشوكولاتة بيجيبوهاش لأولادن، كتير كتير الاشي يعني بدايق الدولة كتير. شو بتطلب من الرأسة؟ بطلب انه يساعدوا العالم هاي كلياتها، في كتير حالة فقر كتير بالدولة، كتير في اطفال مظلومة من المشتريات، بنفسها باشياء كتيرة، اولاد بتحب تروح على محلات تطفش، اهليها مش قادرة تاخدها وتجيبها، كله بسبب المعيشة، بسبب الحالة المادية. انا بطلب انه يساعدوا بهاي الحالات كلياتها. منيح انه رخصوه، بس هسه برجعوا بيغلوه عاود، تخافش عليهم. رح يرجع يغلوه؟ بيغلوه. هن رخصوا البنزين من ناحية بس في اشياء تانية ارتفعت، شو رأيك بهذا الوضع؟ ما هن يغلوا كل اشي، غلوا الكهرباء وغلوا الاغراض وغلوا الطحين وغلوا كل اشي على العالم. صعب عليك؟ صعب على الكل، مش علي، يمكن انا مش صعب علي، اما ناس تانية صعب عليها. مرات تخسر باشياء تانية عشان هذا الغلا؟ مرات. في اشياء بتضطر يعني تستغنى عنها عشان الغلا اللي عم بيصير؟ يمكن انا لا، بس غيري شو ما دام عالم هيك، شو ان غلوا كل شيء، غلوا كل شيء على العالم، مش بس البنزين، غلوا الكهرباء، غلوا المي، غلوا كل شيء، انه يرجع ينزلوا الاسعار كيف كانت وخلي العالم تعيش. كتير منيح، كتير كتير منيح، له تاثيراته على كل العالم، من ضمنه انا يعني انه الاشي خطوه الى الامام، تعال نقول، بس ان شاء الله بتدوم هاي الخطوه. طبعا في اثار جانبيه، اثار تانية اللي هي نزلوا من سعر البنزين ولكن غلوا من مناطق اخرى، زي بنحكي الكهرباء، شوي الخبز، اشياء تانية، بس احنا بنقول انه اشي جيد. هل صعب عليك هذا لا، او على الناس يعني بشكل عام انه رخصوا من سعر ورخصوا من اشي وغلوا من اشي؟ لا، سهل هذا زايد ناقص، سهل اشياء كثيرة، يعني الفرقية هون ممكن تحطها فرقية بمحل تاني، مش كله غلاء. بتشوف انه الناس مرات مضطرة انه تستغنى عن شراء اغراض معينة بسبب هذا الوضع؟ اكيد اكيد اكيد. شو انت بتقول شو بتطلب من القيادة من الرؤساء؟ يستمروا بتنزيل الاسعار، ما يعملوش اشي حساب اشي، احنا بالاخر احنا المستهلك، احنا اللي بندفع الضرائب هاي، فيفكروا منيح ويساووا خطط منيحة. سؤال اخير، كعامل انت بمحطة بنزين، الناس لما عرفوا انه نزلوا بسعر البنزين صارت تيجي باكوام؟ اكيد اكيد، صار الاشي، الشغل دبل، الشغل تكاثر. طبعا احنا بنحكي عن اول يوم ثاني يوم، بعدين بترجع كله زي ما كان يعبي. هي خطوه كتير منيحه، بس بنتمنى ما يعلوش اشي تاني، يعني هي اهم شغله.
يعني رخصوا بشيء البنزين وغلوا بشيء ثاني، بالذات هاي السنه كثير الشيء صار فيه غلاء، صعب الوضع صار؟ طبعا صعب الوضع، بما اني انا كمان بعلى سكيم يعني بشوف قديش الشغله صعبه، انه هن ينزلوا من شغلات وياخذوا من جهه ثانيه، بالاخر بتطلع نفس المعادله يعني ما عملوش شيء. شفت بتشوف انه في ناس او انت مثلا بشكل شخصي بيختصروا باشياء عشان بالمشتريات تبعتهم؟ طبعا يعني اليوم احنا بنحاول نشتري، يعني كنا نشتري جودة عالية، اليوم عم نحاول نشتري جودة ارخص عشان نقدر نتأقلم مع الوضع اللي احنا فيه، بس انا شايف انه كل ماله الوضع عم بيسيء اكتر. بنطلب من الجميع يحسوا شوي بالشعب، يحسوا بالناس، يعني عم بيغلى كل اشي 10 شيكل ومعاش العامل عم بيغلى، يعني بالقوة عم بيعلى شيكل، فبطلب من الجميع انه يحاولوا يساعدوا ونوصل لنقطة اللي نقدر نتقدم فيها اكتر.